سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء في هذا العدد الجديد من برنامج رأيكم. نحن اليوم متواجدون بجامعة الجزائر 3 لإحياء الذكرى 67 ليوم الطالب. كما تشاهدون الطلبة اجتمعوا لإنشاء معارض ثقافية ورياضية وتكنولوجية لإحياء هذه الذكرى، فلنتابع. طبعا اليوم احياء لذكرى عيد الطالب 19 ماي 1956 قمنا باحياء التظاهره عن طريق معرض للنوادي العلميه والفرق الرياضيه. طبعا تلاحظون اليوم الفرق الرياضيه التي تحصلت على كؤوس محليه في البطولة الوطنية للرياضة الجماعية، وكذلك النوادي العلمية المعتمدة على مستوى جامعة الجزائر 3. طبعا هذا النشاط يصب في صميم إحياء الذكرى، إبداع طلابي وأفكار ومبتكرات. نادينا تأسس في 2019، كان تحت اسم نادي الرغي، جاء تحت فكرة جاءت تحت فكرتين. الفكرة الأولى تهدف إلى تقوية حب المطالعة لدى الطالب، والفكرة الثانية جاءت تحت اسم الدورات التطبيقية والتدريبية. وفي 2021 تغير اسم النادي من نادي الرقي إلى نادي EGM كلوب Entrepreneur Growth Mindset، تنمية الفكر المقاولاتي. فأصبح هدفنا الرئيسي هو تطوير الفكر المقاولاتي، بمعنى الطلبة يتغيرون فكرهم من الفكر الوظيفي إلى الفكر المقاولاتي. نحن كما نعرف أن الطلبة حين يحصلون على الشهادة لا يجدون وظيفة، بمعنى يصبحون بطالين. وتعزيز الفكر المقاولاتي يسمح ببناء مشاريع جديدة ومبتكرة، وهذا هو هدفنا الرئيسي. هذه الفرصة تسمح للطلبة بالتعرف على النوادي العلمية وتقوية حب المبادرة والعمل والاجتهاد لابتكار مشاريع جديدة والعمل على تقوية الاقتصاد البلد. نصيحتي للطلبة أنهم لازم يدرسوا ولازم يثابروا، وما كاش حاجة تجيب السهل، لازم تقرا باش تشاهد باش توصل وراك حاجة. نحن هنا اليوم متواجدون باسم نادي أفاق الإعلام أحسن حمران، والذي ينشط تحت شعار طلبة الإعلام على خطى الإعلام، متواجدون لعرض ما تم من نشاطات ومن برامج للطلبة الذين شاركوا معنا في النادي من خلال مناسبة يوم الطالب ذكرى 19 ماي 1956. طبعا نادي أفاق الإعلام أحسن حمران يضم كل طلبة كلية علوم الإعلام أحسن كلية علوم الإعلام والاتصال جامعة الجزائر 3 من خلال لجانه المتعددة. فموجود لجنة الإنتاج السمعي البصري، أين تضم طلبة ينشطون لإنتاج برامج سمعية بصرية، أيضا لجنة الإذاعة وكل ما يخص الإذاعة ينشطون في استوديو أحسن حمران في الكلية، أيضا توجد لجان أخرى، لجنة الصحافة الإلكترونية، لجنة التنظيمية التي تعمل على تنظيم كل هذه الملتقيات وهذه النشاطات. طبعا نادي أفاق الإعلام أحسن حمران يحاول دائما أن يرقى بالمستوى الطلبة الذين ينضموا له، ويعمل على تنظيم دورات ورشات مثل دورات في التعليق الصوتي، في فنيات التحرير، دورة في أساسيات التقديم التلفزيوني مع المدربين الأكفاء أو الأكفاء أقول، الذين هم متواجدون في الميدان. نصيحتي للطلبة بمناسبة يوم الطالب وإحنا موجودين أنهم يتقربوا ويشوفوا مثل هكذا نوادي، من خلال يروحوا لمقرات النوادي ينضموا لمثل هذه النوادي، لأنه النادي راح يخليك تنشط أكثر وأكثر وتتغلب على الخوف من خلال الكاميرا، تتغلب على بزاف حاجات وتخليك طالب كفء، وين يوم بعد يوم تقدر تمثل نفسك وتقدر تتحصل على منصب شغل لما لا. أهنئ جميع الطلبة الحاضرين في هذا في يوم الطالب الجليل، والنصيحة التي أقدمها إليهم هم بأن يلتزموا بدراستهم وأن يشتركوا في النوادي العلمية والمنظمات الطلابية التي تهدف بحماية حقوق الطلبة وتقوم بنشاطات ثقافية علمية ورياضية.
هذا النادي تأسس في 14 أفريل 2022، كان عبارة عن فكرة من مجموعة من الطلبة. بدأت هذه الفكرة هي عبارة عن مشروع اقتصادي، وطلبة هادو أصحابي اللي تفهمنا باش نتلايمو ونحققوا هذا المشروع. إما لا، كانت الفكرة الأولى أنه اللي نبدأ بها هي أنه نأسسوا نادي، وبالهاد النادي أنه نحققوا المشروع التجاري هذا، واللي هو شعارنا فكرة اليوم مشروع الغد. النصيحة اللي نقدر نقولها أنه هذا النادي ولا أي نادي في الجامعات راح يمد لك واحد الفرصة ولا واحد الخبرة والإكسبيريونس اللي ماش تلقاها بالك في الحياة العادية، أنه تكون طالب تجي من الدار لافاك وتعاود تولي، لكن النادي راح يفتح لك مجالات وراح يخليك تشارك في ديزيفانمو، في مؤتمرات وفي دي فورماسيون، راح يطوروا واحد العفايس يسموهم لي سوفت سكيلز. سو النصيحة اللي نقدر نقولها لأي طالب أنه ينضم للنوادي، لأنه فرصة لا تعوض، وراح تكون له تجربة جديدة في الجامعة خاصة، وتظاهرة يوم الطالب راح تسمح جدا أنه الطلبة يتعرفوا على النوادي. وفي الأخير يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. قبل كل شيء مرحبا بكم عندنا هنا. التظاهرة هذه عبارة هي عن لم شمل بين الطلبة والأساتذة والإدارة ككل والأسرة الجامعية ككل، عبارة عن معظم من النوادي العلمية والتنظيمات الطلابية التي كانت ساهرة على سيرورة نظام البيداغوجي للطالب. ومن هنا نستنتج أن الطالب في تطور ملحوظ ودخل مجال تطبيق. في الماضي كنا في لاتيوري، الآن مدام تم التطبيق من وزارة التعليم العالي أنه نطبق قانون 1257 الذي يتمثل في مؤسسات الناشئة لستارت أب، أنه الطالب يقدر يكري لا سوسيتي بروب اون سوسيتي تاعو. الو باش تكي لا بروب سوسيتي تاعك اوبليغاتوار انه تكون عندك فاست في لي دومين اللي كاين في لي كاباسيتي اللي عندك. باش يديرهم هذوما لازم ينخرط في النوادي الطلابيه، منها يرفد ليكسبيريونس. وعلاش؟ خاطرش حنا في لي كلوب سيونتيفيك كيما حنايا، النادي التطور الاقتصادي عباره عن نادي علمي ثقافي رياضي. في مجال العلمي عندنا لي ستاج براتيك لي كونفيرونس، عندنا ايام دراسيه، عندنا بي سي كونتا، بي سي ستوك، اي كوميرس، دروب شيبينغ، جوجل ادسنس، على حسب الدومين اللي كاين في شاك كليه عندنا هنايا. وفي المجال الثقافي نديروا تظاهرات ثقافيه، احياء يوم العلم، درنا يوم العلم، درنا عيد المراه، عباره عن تظاهرات ثقافيه. اما التظاهرات الرياضيه كما اليوم ان شاء الله يوم عشيه عندنا كروس فيت في ستاد تاع دالي ابراهيم، لو غران ستاد تاع دالي ابراهيم. عندنا انيفال معشيه ان شاء الله على الوحده سابال كروس فيت، جور نعلموا الطالب كيفاش ياكل، كومون لا نوتريسيون، واش من لي سبور اللي يقدر يديرهم، واش من لي سبور اللي والمو اللي ما يوالموش، خاطش لي تيديون دوكا يقرا ويروح للدار، وماركينا انه ما يقدرش يتوسع في المجالات تاع الحياه تاعو. الو نخليهم له في داخل الجامعه، حنا نلمدوهم له داخل الحرم الجامعي، في عود ما يخرج لبرا ويتعب ويحوس نجيبوهم له لعندو. النصيحة اللي نقدمها لهم أنهم يفشلوش، يقدموا الماكسيموم اللي عندهم، يقدموا كامل واش عندهم، خاطش والبحث، البحث ثم البحث، خاطش ولا في الجامعة ماشي ما تستناش واحد يعطي لك، أنت اللي تروح تحوس تجيب المعلومة، وأنت اللي تحوس كيفاش ديفلوبي هالمعلومة هذيك وتوصل للنتيجة، سينو ما حاش توصل للنتيجة. بون السلام عليكم، اللي بمناسبة يوم الطالب نشكر الجامعة ديال إبراهيم على المبادرة هذه اللي داروها. وهنا راني مشارك في لاعب كرة قدم لجامعة الجزائر 3، وين درنا تصفيات ما عندهاش بزاف الشهر اللي فات، تحصلنا على كأس العاصمة وكانت منافسات مليحة، وشفنا المستوى وشفنا التقينا بعدة فرق، وكان لي الشرف اني نشارك في التصفيات هذه، والحمد لله وربي وفقنا ان شاء الله. المبادرة تاع اليوم بينت لنا باللي رانا متعلمين في طالب جزائري، يعطيهم الصحة. كل سطور انا الدعوة راهي هايلة، كلش راهو مليح، وكيما نقول لك نشكرهم على المبادرة هذه ويعطيهم الصحة. إذا مشاهدينا كان هذا عددنا لنهار اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا رأيكم دائما يهمنا. إلى اللقاء في العدد القادم.